الطاقة وقع مجمع سوناتراك ثلاث عقود متعلقة بتطوير المشروع البتروكيميائي بمدينة جيهان التركية. وحسب بيان المجمع، فإن الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك توفيق حكار شارك في مراسم توقيع العقود الثلاث بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح بيان المجمع أن العقد الأول يتعلق بإنجاز المشروع بكل مراحله من الدراسات الهندسية المنفصلة والمشتريات لإنجاز وبدء التشغيل، والعقد الثاني يرتبط بأشغال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات، أما العقد الثالث فهو للخدمات البيع وتسويق الانتاجات. وأكد البيان أن توقيع هذه العقود هو تتويج لأكثر من سنتين من العمل والمفاوضات المتواصلة، وهي محطة هامة في إطار البحث عن التمويل المالي الدولي لهذا المشروع الاستراتيجي.